بنقطع الطماطم سواء مكعبات، التقطيع اللي احنا بنحبها اربع ارباع زي ما تحبوا، شاري توميتو اصلا تبقى خطيره اذا عايزين شاري توميتوز، ونحط عليها الخل، رشه من الكمون كده، ثوم، عصير ليمون، رشه نعناع، ممكن يبقى شبت اذا بتحبوا الشبت، ونحط ملح كمان. ومش قادره اقول لكم بقى الحلاوه بتبقى ازاي. بسيبها قبل ما ناكلها بالظبط ربع ساعه 10 دقايق، يعني ما تتاكلش على طول، وبصراحه ما بحبهاش تتبل بزياده. 10 دقايق تلقط مني التتبيله وانا كده ابقى تمام وزي الفل. ناخد الطبق اللي هنقدم فيه، نحط فيه الطماطم كده، اللي بيحب البصل الاخضر او اللي بيحب البصل الاحمر جنب البصاره، البصله بقى اللي احنا البصل الاحمر يعني مش الاخضر، اذا بصل اخضر خلاص بناكله على طول، البصل الاحمر باخده احطه كده في التتبيله، ازود عليه شويه من الخل كده اهو، وشويه من النعناع، واذا عايزين شويه سماق كمان بيبقى برده دمه خفيف ولطيف، بس السماق مش من ثقافتنا او مش من البهارات بتاعتنا اللي احنا بنحطها او بنتبل بيها البصل، بس اذا عندكم حطوه بيبقى لذيذ. احنا بنحط شويه نعناع، بنحط شويه كمون. بصوا بقى البصله دي بعد ما اتاخدت برده كده تبقى طعمها تحفه. واقوم حاطه حوالين داير الطماطم المخلله كده، وتتقدم بالهنا والشفا. شويه بصل بقى، الناس بتسيب الاكل وتقول لي البصل تحفه، طعمه حلو قوي ومتبل حلو قوي وكل الحاجات اللذيذه دي. اهم حاجه في الدنيا التومه المهروسه، وطبعا يستحسن انها تكون توم مدقوق مع الفلفل مع بعضه، يعني التوم والفلفل دول كده في الهون او في الكبه، بس الريحه ما بتطلعش الا لما يتهرسوا مع بعض. معاهم الكمون كده، شويه كمون كتير مع شويه من الملح، وطبعا الخل عشان يدينا بقى ريحه التخليل، عصير ليمون على حسب بتحبوا ايه اكتر، خل ولا ليمون. انا مكتره الليمون ومقلله شويه في الخل، اذا حابين تكتروا براحتكم. حط شويه خل كمان، بحب احط طماطم، مش كل الناس بتحب تحط الطماطم بس انا بحس بتدي طعم حلو قوي. بس اذا ناويين تشيلوه فتره طويله في الثلاجه اكتر من يوم او من يومين يعني، بلاش الطماطم عشان طعمها بيغير جدا. كده التتبيله جاهزه، بحب بس افكها بشويه ميه صغيرين عشان ما تبقاش قويه قوي وتخف وطعم كل حاجه يوضح. وبعدين اجيب البتنجان المقلي او المسلوق الابيض او الاسود على حسب بتحبوا ايه وذوقكم عامل ازاي في البتنجان. في ناس بتحب تسلقه، في ناس بتحب تقليه، وفي ناس بتحب تسلقه وتقليه. انا ساعات كنت بعمل كده، اسلقه وبعدين اقليه، ما بيشربش بقى زيت كتير، بيديني طراوه المسلوق وفي نفس الوقت بياخد ايه تاتش القليه اللذيذ ده. وبعدين ثانية واحدة، انتظر معايا قليلا، نجيب الجلوفز بس علشان نعرف نشتغل. ونجيب معلقة ونحشي البتنجان المقلي زي ما احنا شايفين كده بالحشوة دي. همسكها كده، بص طريه وجميله ازاي، واحشيها. في ناس بقى تحب تاخد من الخلطه دي وترش على البصاره، طبق البصاره اللي هما بياكلوه، برده بيبقى طعمها حلو. خلطه لذيذه وسهله وبسيطه، الحلقه كلها سهله وبسيطه وجميله، و من ابسط الاكلات المصريه اللي ممكن نعملها يعني، وحرشة قوي بصراحة لبعد رمضان.
الثوم حاولوا برضو ان هو ايه ما تكتروهوش قوي، او لما تيجوا تاكلوا ممكن تشيلوا الخلطه من جوه علشان يبقى التبل وكله تمام، بس ما تاكلوش ثوم كتير يعني. وطبعا لما بينتبل البتنجان بنسيبه متبل حوالي ساعه، هو بيحتاج ساعه ما بيحتاجش ربع ساعه، بيحتاج ساعه بصراحه علشان يبقى طعمه حلو. وحطوه في الثلاجه عشان مع السقوعيه بسرعه يلقط التتبيله، هتلاقوه لقط التتبيله منكم وهو بيسقع.